فرقه الشمس. ادي هنا حسين السيد، يسلم رمضان صبحي، صبحي الاسلام رشدي، اسلام على الارض رمضان صبحي عايز يعدي، دخل ليه متعب على حدود المنطقه، لعبتك دي متعب لكن ما طمعش فيها الراجل. وعبد الظاهر الله عليه الله عليه متعب ما طمعش، وعبد الظاهر في الدقيقه 14 يحط جون جميل قوي، ارضيه زاحفه تروح على يمين احمد حمدي عشان يبقى الاول للنادي الاهلي في الدقيقه كام؟ 14 من عمر الشوط الاول. ادي العدد قدام حضراتكم، رمضان حطها حلوه المتعب، متعب استلم ومول ان هو يلعبها لكن حطها لعبد الظاهر اللي لف على طول بيها عشان يبقى اول اهداف في النادي الاهلي في الدقيقه 14 من عمر الشوط الاول واللقاء. هو ده الجمال.